يعني الرئيس السيسي ألقى كلمة في ربما في أكبر مجلس للروسي، ماذا يعني أن يقوم رئيس أجنبي بإلقاء كلمة في هذا المقام الروسي، إضافة إلى أهم ما تضمنته هذه الكلمة؟ في الحقيقة زميلي وائل، ربما سؤالك هذا يقودني إلى التذكير بتصريح رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكا، التي أكدت بأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجلس الاتحاد الروسي هو بمثابة حدث تاريخي وإلى أهمية كبيرة للبرلمان الروسي الذي يعمل على توطيد العلاقات بين الشعبين. فالنتينا ماتفينكا أكدت بأن هذه الخطوة من الرئيس المصري تعكس مدى رغبة الجانب المصري في تطوير العلاقات الثنائية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذه الكلمة ألقى الضوء على التاريخ الكبير بين العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر بعد مرور 75 سنة على هذه العلاقات، مؤكدا على أن المشاريع الاقتصادية بين البلدين تخدم الشعبين، ومؤكدا بأن نجاح محطة الضبعة سيكون نموذجا يعكس تطور العلاقات بين روسيا ومصر، وعرج كذلك عن الحركة السياحية وحركة الطيران بين البلدين، وقال أن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو يعني بالضرورة أو أنه مقتنع بأن سيشمل باقي المدن المصرية. ثم توجه بعد هذه الكلمة إلى عقد محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لبحث تفاصيل الملفات الاقتصادية والتجارية. ديمتري ميدفيديف قال بأن مصر وروسيا ستوقعان يوم غد في سوتشي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، ما يعني تطوير العلاقة بين مصر وروسيا اقتصاديا وسياسيا وسياحيا بما يخدم مصلحة الشعبين. طيب، لو نتحدث يوسف حول ربما الاتفاقيات الاقتصادية التي من المتوقع أن تحرزها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل من معلومات لديك حول اتفاقيات اقتصادية مع زيارة الرئيس إلى موسكو؟ بالفعل زميلي وائل، الحديث يدور على 5 اتفاقات بين روسيا ومصر، أولها بالجانب الطيران والسياحة والصناعة. نعلم أن الجانب الروسي زود مصر ب 1300 عربة للقطارات، كذلك سيكون الحديث أو اتفاق تقني عسكري في تبادل المعلومات الاستخباراتية. هناك اتفاق آخر كذلك على إنشاء منطقة صناعية في محور قناة السويس، هو مشروع ضخم بالنسبة للجانب الروسي وإلى الجانب المصري. كذلك الحديث سيدور على محطة الضبعة وما ينتج عليها من إنتاج طاقة نووية سلمية من مصلحتها خدمة مصر وشعب مصر. كذلك الحديث سيكون على اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للجانب المصري الذي يصبو إلى تسويق السلع والمنتجات المصرية إلى أسواق مثل روسيا وبيلاروسيا وقيرغستان. إذن اتفاقات كبيرة ستوقع يوم غدا بحسب ما أكده الجانب الروسي. هذا يعكس كلمة استراتيجية، اتفاقيات أو علاقة استراتيجية وشاملة بين البلدين، وهي النقطة التي يحرص عليها كل من موسكو والقاهرة. شكرا جزيلا لك يوسف بيجار مراسل الغد، كنت معي من موسكو على كل هذه المعلومات.